حلقة جديدة مشاهدينا من المرأة في الحدث، أهلا بكم. سنبدأ حلقتنا اليوم من سوريا، وسنتحدث فيها عن الانتهاكات المستمرة والجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية التابعة له بعموم المناطق السورية المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال امرأة من مدينة السفيرة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي. ومن سوريا إلى تركيا، ودعوة الناشطة السياسية التركية المعارضة عائشة باشران النساء إلى توحيد صفوفهن والنضال ضد النظام التركي ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمجازر بحقهن. كما لنا وقفة في السودان بإطلاق الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان برنامجا لمكافحة العنف ضد النساء. ونختتم حلقتنا بباقة من الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. نبدأ حلقتنا من سوريا. تستمر الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي في عموم المناطق السورية المحتلة بانتهاكاتها بحق المدنيين، والتي كان آخرها اعتقال امرأة من مدينة سفيرة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي. المزيد في هذا التقرير. تعددت التهم والجريمة واحدة، فمسلسل اعتقال النساء لا تزال حلقاته متواصلة كاشفة عن كواليسه تباعا على يد الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي المتناحرة فيما بينها في المناطق السورية المحتلة. فبعد الانتهاكات التي كشفت ووثقت في عفرين المحتلة، ها هو السيناريو يتكرر في مدينة الباب المحتلة أيضا، حيث كشفت مصادر محلية عن اعتقال ما تسمى بالشرطة العسكرية امرأة من مدينة سفيرة بتهمة التعاون مع تنظيم داعش الإرهابي. تهمة جاءت مناقضة لواقع الحال في المناطق المحتلة، حيث تؤكد مصادر موثوقة أن معظم قادة التنظيم الإرهابي يتجولون وعلى الملء في الباب وجرابلس وغيرهما من المناطق، كما أن البعض منهم أصبح في صفوف الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد من جانبه أن إرهابيي ما يسمى أحرار السفيرة التابع للاحتلال التركي رفع وتيرة الجاهزية وتوعد باقتحام مقرات الشرطة العسكرية في مدينة الباب وأطلاق سراح المرأة المعتقلة في سجونها. وفي سياق موازي أيضا، شهدت قرية توخار كبير المحتلة بريف حلب الشمالي الشرقي توترا كبيرا، وذلك بسبب الانتهاكات المتواصلة وتحرش الإرهابيين بنساء المنطقة، الأمر الذي أثار السياء وغضب الأهالي. ممارسات دفعت بأهالي المنطقة إلى مهاجمة مقر الفصيل الإرهابي وطردهم منه وأحراقه، فيما أرسل الإرهابيون تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وعمدوا على إطلاق النار بشكل عشوائي على الأهالي الغاضبين، ما أدى لسقوط 5 جرحى على الأقل بينهم طفل، وسط استمرار التوتر بشكل كبير بحسب المرصد. خرجت المئات من نساء مدينة الرقة السورية في تظاهرة حاشدة بساحات المدينة استنكارا للانتهاكات المستمرة والجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية التابعة له بجميع المناطق المحتلة في الشمال السوري، وتحديدا انتهاكاتها بحق نساء بمدينة عفرين المحتلة. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الجرائم التي ترتكب كل يوم في عفرين وعلى النساء السوريات ليس بعيدا عن النهج العثماني في قمع وتعذيب وتجريد المرأة من حقوقها الإنسانية، ففي كل مرة يتفنن العدوان التركي وفصائله في سجونهم لكسر المرأة وهدم المجتمع. هذا اليوم كما تشاهدون هي نهضة لنساء الرقة ولأهالي الرقة أمام الانتهاكات التي تحدث بشكل يومي في المناطق والأراضي السورية المحتلة، ولا سيما في شمال وشرق سوريا من رأس العين وفي الأبيض وعفرين، وبشكل خاص
أمام الانتهاكات اللا إنسانية اللا أخلاقية التي لا ترتقي لأي تقييم كان ولا لأي وصف كان. تجمهرت نساء الرقة اليوم رافعات الشعارات وصوت الحق مطالبات بتحقيق العدل ونشر حبر القوانين على أرض الواقع وكسر حاجز الصمت الدولي. كنساء الرقة نجتمع من جميع أنحاء مدينة الرقة ندين ونستنكر ونرفض الانتهاكات التركية على النساء السوريات النساء العفرينيات في السجون، تلك الانتهاكات اللا أخلاقية بحق المرأة، ونحن كنساء ورجال سوريين نرفض تلك الانتهاكات اللا أخلاقية. أدارت نسوة الرقة كل تلك الانتهاكات التي تحصل ورفعنا غصن الزيتون رمز السلام الذي يحمل طابعهن باحثات عن الحق وتوحيد النساء من حول العالم. اليوم نساء الرقة انتفضت لأجل أن تتضامن مع نساء عفرين اللواتي تعرضن للانتهاكات والأفعال اللا أخلاقية، هذه الممارسات التي قامت بها فرقة الحمزات المدعومة من قبل الدولة التركية الفاشية التي دائما هدفها دعم الإرهاب وانتهاك حرمات أهل عفرين وأهل طل أبيض ورأس العين. الرسالة من هذا الحشد كانت رفض الاحتلال وكل من يدعم الإرهاب على الأراضي السورية، فسوريا موحدة بأرضها وشعبها وستبقى شامخة لأن أبناء سوريا يدركون ماهية الاحتلال وأطماعه اللامحدودة، محافظين على صمودهم ومقاومتهم ونضالهم لإعادة بناء سوريا تعددية ديمقراطية من خلال دستور جديد. ومن سوريا إلى تركيا، قالت المتحدثة باسم الجمعية النسائية لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض عائشة أجار باشران أن النساء سيدافعن عن السلام والمساواة في وجه هجمات النظام التركي، وسيقفن ضد استغلال الأطفال، ولن يتخلين عن الوجود في الساحات والميادين. لنشاهد. المتحدثة باسم الجمعية النسائية لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض عائشة أجار باشاران قالت إن النساء سيدافعن عن السلام والمساواة في وجه هجمات النظام التركي، وسيقفن ضد استغلال الأطفال، ولن يتخلين عن الوجود في الساحات والميادين. عائشة أجار باشاران أشارت إلى أن الإنجازات والمكاسب التي وصلنا إليها لم تأتي بفضل من رجال السلطة، لذا فإنهن لن يتراجعن عن المكاسب التي وصلنا إليها من خلال الجهد الكبير والتضحيات الكثيرة. وأكدت الناشطة السياسية أن النظام التركي لا يستهدف حزب الشعوب الديمقراطي أو المرأة الكردية فحسب، إنما يستهدف جميع النساء على حد سواء. ودعت عائشة أجار باشاران جميع النساء إلى توحيد صفوفهن والنضال ضد النظام التركي ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمجازر بحقهن، مشيرة إلى ضرورة معرفة مصير الطالبة التركية جوليستان دوكو التي اختفت في ظروف غامضة. باقة من الأخبار الاجتماعية والفنية والثقافية بعد الفاصل. أطلق الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان برنامجاً جديداً بدعم قدره 500 ألف يورو لمكافحة العنف ضد النساء في دارفور بالسودان وإتاحة خدمات الدعم اللازمة للضحايا، ويهدف البرنامج إلى تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس في 3 ولايات في دارفور. لنتابع. الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أطلقا برنامجا جديدا بدعم قدره 500 ألف يورو لمكافحة العنف ضد النساء في دارفور بالسودان وإتاحة خدمات الدعم اللازمة للضحايا.
وقال رئيس مكتب المساعدة الإنسانية بالاتحاد الأوروبي ويم فرانسون إن البرنامج يكافح العنف القائم على النوع الاجتماعي على وجه التحديد، وذلك في ظل تزايد العنف خلال فترة الحجر الصحي لمكافحة كورونا. من جهتها ذكرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان ماسيمو ديانا إن البرنامج جاء في وقته المناسب، حيث أن العنف في دارفور كان مدمراً للنساء والفتيات في ظل الوضع السياسي غير المستقر في الإقليم والظروف الاقتصادية الصعبة. وأكدت رئيسة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان عبير عبد السلام أن مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي الجديد هو الخطوة الأولى لتقليل العنف ضد النساء والفتيات في دارفور، ويهدف البرنامج إلى تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس في 3 ولايات في دارفور، وإنشاء حملة توعية تهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة ونشر المعلومات حول خدمات الدعم المتاحة وكذلك مساعدة الضحايا وتوفير تدابير الحماية. نالت الصحفية السورية يقين بيدو جائزة الشجاعة الصحفية نتيجة عملها الدؤوب في توثيق معاناة الشعب السوري الذي أنهكته حرب ضروس استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة من خفيفة وثقيلة ومحرمة دوليا. لنشاهد. الكاميرا الصغيرة في يد الصحفية السورية يقين بيدو هي أغلى ما تملكه وأعز ما تقتنيه لإيصال رسالتها التي توثق معاناة شعب أرهقته سنوات حرب رأى فيها الموت والخوف والجوع والقهر بمختلف أشكاله وأنواعه واتجاهاته. يقين بيدو الشابة البالغة من العمر 26 ربيعاً شعرت بأن من واجبها توثيق التبعات والعواقب المترتبة على الغارات الجوية والهجمات على مسقط رأسها في إدلب. ولا نعلم حتى وقت بديت بالعمل الصحفي واجهتني عدة صعوبات من بداية العمل، لكن الشيء اللي كان دائماً يخليني استمر بعملي هو أنه في عنا وجع، في عنا رسالة، في عنا قضية لازم توصل للعالم. كنت حاول غطي المجازر، غطي القصف، لأنه هي الأساس، هي السبب الرئيسي بكل المشاكل اللي أفرزت مشاكل بعدها. جهود الفتاة السورية بعدما راودتها مشاعر اليأس بعدم جدوى ما تفعله إزاء بلدها وما يعانيه لم تذهب سدى، بل توجت بجائزة الشجاعة الصحفية مؤخرا لتوقد بداخلها شعلة أمل جديدة. ثلاث طائرات في أجواء المحافظة هي دافع إيجابي لإلي، يعني صح ما كنت أنا ناطرتها أو ما كنت عم بفكر أشتغل لحتى نال جائزة، بس هي شيء بيدفعك بشكل إيجابي لأنه تستمر بعملك، لأنه في حدا قدر هذا العمل وشاف أنه وصلت منه رسالة. الصحفية السورية تحدثت عن العقبات الكثيرة التي واجهتها في مجتمع ينظر إلى تغطية الحروب وصنع التقارير الصحفية في قلب الصراعات على أنها وظيفة للرجال. لكن مع الوقت يعني قدرت الحمد لله اكسب احترام كثير فئات وصاروا يشجعوني، حتى الناس اللي كانت تقول لا هذا العمل سلبي وهو حكرا للرجال وانه هي مهنه الرجال وعمل متعب للنساء، لا صاروا يشجعوني، صاروا يقولوا لي انه طالما انت قدرت تكوني موجوده بهي الساحه معناتها البنت فينا تشتغل بهذا المجال، فينا تقدم وتثبت حالها وتاثر وتكون صوت. وفي ظل سعيها لتغيير المنظور السلبي للفتاة السورية في مجال الصحافة، أصبحت يقين بيدو واحدة من أولى النساء اللائي يقمن ببث الموضوعات والتقارير من المنطقة، حسب ما تقول المؤسسة الدولية للإعلام النسائي التي منحتها الجائزة. وخلال الأونة الأخيرة ساهمت الصحفية يقين بيدو في تقديم تقارير إلى وكالات الأنباء العالمية معرضة حياتها للخطر وهي تهرع إلى مواقع الهجمات والتفجيرات. عاد تلاميذ حضانة البسمة الجميلة لفصولهم الدراسية بعد انقطاع دام قرابة 3 أشهر جراء إجراءات العزل العام لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين انتهى رسميا العام الدراسي لطلبة المرحلتين الأساسية والثانوية في القطاع والضفة الغربية. لنتابع.
تجنبا لمخاطر فيروس كورونا، يمد تلاميذ حضانة البسمة الجميلة بقطاع غزة أيديهم الصغيرة من أجل تلقي جرعات المطهر عقب السماح لهم بدخول الفصول لأول مرة منذ بدء إجراءات العزل العام لاحتواء تفشي الفيروس المستجد الذي أجبرهم على البقاء في البيوت لنحو 3 أشهر. وبعد تخفيف القيود في القطاع، سمحت السلطات المحلية بإعادة فتح دور الحضانة في 3 يونيو حزيران للأطفال من 2 حتى 5 من العمر، إذ أن العديد من أولياء أمورهم موظفون ويتعين عليهم العودة لعملهم. صراحة شعور أكثر من رائع إنه الواحد رجع، يعني بدأ يرجع للحياة الطبيعية، أو بدأ تدريجياً يرجع للحياة الطبيعية، ونأمل إنه نرجع للحياة الطبيعية الكاملة إن شاء الله. بالنسبة للأطفال طبعاً فترة، إحنا بنتكلم عن فترة 3 شهور إنهم غايبين عنا، فلازم إنه يعني هو لسه زي حكاية مستغربين من الموضوع، بس عادي بتذكروا المسات تبعتهم، بتذكروا الحاضنات تبعتهم، بتأقلموا معهم بشكل سريع. وبعد توقفه في مارس آذار لمنع تفشي انتشار الفيروس المستجد، عاد النشاط التعليمي في غزة والضفة الغربية ليعيد معه الابتسامة لوجوه الأطفال مرة أخرى. لكن العام الدراسي لطلبة المرحلتين الأساسية والثانوية في القطاع والضفة الغربية انتهى رسمياً باستثناء امتحانات شهادة الثانوية العامة التي بدأت السبت. قام مواطن جزائري وهو صاحب ورشة حياكة بالتعاون مع زوجته بتصنيع كمامات حملت رسومات ملونة للأطفال والرضع بهدف حمايتهم من مخاطر فيروس كورونا المستجد. لنتابع معه. تصنيع كمامات ذات رسومات ملونة للأطفال والرضع نشاط مميز يمارسه مواطن جزائري وهو صاحب ورشة حياكة بالتعاون مع زوجته للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد. وبدأ فريد بورنان وزوجته ليندا الكنز في صنع الكمامات مع ظهور الفيروس في مارس آذار، ووزعت أول مرة على الناس والمستشفيات، وهما الآن يصنعان الكمامات المخصصة للأطفال من سن 2 ويزيناها بالرسوم والألوان لجذب انتباههم. لهنا جاتني فكرة باش نخدم الكمامات تاع الدراري الصغار اللي راكم تشاهدوا فيها بالرسومات المتتالية، باش ما يزعجوش يعني كي يديروهم ولا كي يحطوهم في وجههم، وبالنسبة لهم هي كلعبة يعني كما راكم تشوفوا، ويقدروا يديروهم أكل كما نقولوا حنايا وما يتقلقوش منهم. وتقول ليندا الكنز إن فكرة صنع كمامات للأطفال برسومات مختلفة من أجل جعلهم فرحين بها واعتبارها لعبة، ولتمكن جميع الأطفال من ارتدائها دون انزعاج. باش الدراري الصغار ما يتقلقوش باينه يديروهم من 2 الفوق، الدراري الصغار باش يلتوا بهذه الرسومات الميكيات ما يتقلقوش شنو هذه اللي درتونا وشنو فوالا، هذه هي بوليدي هذه، وسي نورمال لازم نتعاونوا في المشكل هذا تاع وباء كورونا، ان شاء الله ربي يبعدوا علينا، ان شاء الله نتعاونوا، سي نورمال هذه بلادنا لازم نتعاونوا كامل، كل واحد واش يجيب ليدي تاعو. وألزمت الحكومة الجزائرية المواطنين الشهر الماضي بوضع الكمامات في الأماكن العامة، وفرضت عقوبات قانونية على غير الملتزمين في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس المستجد. مستمرون معكم مشاهدينا، لكن بعد هذا الفصل. خاص مع قناتنا أكدت الإدارية بمؤتمر ستار في إقليم الفرات فلك يوسف أن هدفهم من هذه اللجنة هو توعية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع من خلال فتح دورات تتضمن دروسا توعوية وثقافية وفكرية.
منوهة أنه في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد تصاعدت حالات العنف ضد النساء، إلا أن اللجنة تسعى بدورها للحد من هذه الحالات في الأوقات الراهنة. لنشاهد. نحن كلجنة التدريب لمؤتمر ستار عملنا وهدفنا هو توعية المرأة وتوعية المجتمع من خلال توعية المرأة. كنا منقوم بفتح دورات تدريبية مغلقة ودورات تدريبية مفتوحة أيضا، وحتى في المجالس والكومينات نقوم بتوعية المرأة. برنامجنا أو دروسنا اللي تتضمنها دروس توعوية، دروس فكرية من ناحية الصحة، من ناحية تربية الأطفال، من ناحية التعامل مع الزوج، مع المحيطين، مع المجتمع، المشاكل اللي بتحصل مع المرأة في بيتها، في عملها، في أي مجال كان، كيفية التخلص أو كيفية التوصل لحل لهذه المشاكل عن طريق توعية والتدريب الفكري والذهني. طبعا نحن بزمن الكورونا، بفترة الكورونا، لجنة التدريب وباقي اللجان أيضا وبكافة الدول العالم تم انتشار وباء الكورونا وتم التوقف عن العمل لمدة ما، ونحن كمان من المتضررين بمجال بفترة الكورونا. وقفنا دوراتنا التدريبية، وقفنا الأكاديميات، عمل الأكاديميات بهاي الفترة اللي تم فيها توقيف عمل التدريبات أو الأكاديميات، وكان في حظر، وكان في يعني الوقوف بالبيت أو البقاء في البيت. لاحظنا انتشار بعض المشاكل العائلية، وحتى لاحظنا حالات انتحار، حالات محاولات انتحار، حالات قتل، حالات طلاق، مشاكل زوجية صارت يعني بشكل أكبر أو أكثر من السابق. إلا أنه هلأ نحن بعد رجوعنا إلى العمل وفتح الأكاديميات وضعنا برنامج مخطط عمل، نقوم بفتح دورات تدريبية أيضا توعوية. بدنا نفتح برنامجنا يعني دورات تدريبية للرجال. طبعا كنا قبل كمان فتحنا دورتين تدريبيتين للرجال، بما أنه جنسين بتعايشوا مع بعض فتوعية المرأة لحالها ما بتكفي، يجب أن يكون التوعية للطرفين أو للجنسين اللتان يعيشان مع بعض حتى نقدر نأسس عائلة، عائلة متطورة، عائلة حضارية، عائلة تقدمية أو متكافئة. ومقالنا للكاتبة اللبنانية مادونا عسكر، تفاصيله بعد الفصل القصير. الكاتبة والشاعرة اللبنانية مادونا عسكر أن عملية بناء الفكر أشد صعوبة من تعليم الحرف، ودور المعلم بناء الفكر ولا يقتصر عمله على التلقين، وإلا لما قلنا أن التعليم رسالة ولكل إنسان فكره، ومن المهم الاهتمام بتعليمه كيف يفكر، كيف يتلقى، وكيف يطبق ما تلقاه، وكيف يستعيده ذهنياً، مؤكدة أن أول خطوة في التعليم هي بناء الفكر وتدريبه على منهجية التفكير. لنشاهد. يقول جبران خليل جبران: من علمني حرفا كنت له عبدا، ولعل الصحيح أن يقال من علمني كيف أفكر. فبناء الإنسان بالدرجة الأولى يفترض تعليمه كيفية التفكير المرافقة بالشكل الأساسي لتعليم الحرف. ولكي يتمكن الإنسان من سبر أغوار الحرف فلابد من أن يتعلم كيف يفكر، ما لا نراه غالباً في مجال التعليم. فالمعلم يلقن الدرس وحسب دون أن يعلم الطالب كيف يفكر، وكأن الطالب وعاء يسكب فيه المعلم معلومات ثم يطلب من التلميذ أن يحفظها ثم يرددها في امتحان ما، ليبدأ التعليم وينتهي بين هذين الطرفين التلقين والامتحان، ما يسبب خمولاً للعقل على مستوى إنسانية الطالب، فيتدرب على التلقي بمعزل عن الجدل الذهني واستفزاز السؤال لدى الطالب.
إن عملية بناء الفكر أشد صعوبة من تعليم الحرف، ودور المعلم بناء الفكر ولا يقتصر عمله على التلقين، وإلا لما قلنا إن التعليم رسالة ولكل إنسان فكره، ومن المهم الاهتمام بتعليمه كيف يفكر وكيف يتلقى وكيف يطبق ما تلقاه وكيف يستعيده ذهنياً. لذلك فأول خطوة في التعليم هي بناء الفكر وتدريبه على منهجية التفكير. والخطوة الأولى في هذا البناء تبدأ في الفصول، حيث ينبغي على المعلم أن يشرح للطالب ماهية المادة التي يتلقاها ولماذا وجب أن يدرسها، مع شرح ولو باختصار عن أهمية هذه المادة أياً كانت. غالباً ما يسأل الطلاب لماذا نتعلم هذه المادة أو تلك وما فائدتها، فهو يجتهد في درس هذه المواد بغض النظر عن أهميتها، ومطلوب منه أن يحصل أعلى الدرجات وإلا كان فاشلاً أو كسولاً. وبالتالي فأهمية أن يعرف التلميذ أو الطالب أهمية المواد التي يدرسها وسبب دراستها وهدفها منوط بالمعلم، فلا يكفي أن ندرس المادة، بل ينبغي أن نشرح أهميتها بمقدمة بسيطة تساعد التلميذ على محبتها ورؤية أهميتها على المدى البعيد. يجب أن يعرف التلميذ لماذا يدرس اللغة الرسمية واللغة الثانية والحساب والتاريخ والجغرافيا والعلوم والرياضيات والفلسفة والأدب، وإلا كيف نحفز في داخله الرغبة في التعلم، وكيف نطلب منه أن يحب مادة لا يعرف لماذا يدرسها. لا ضير في أن يشرح المعلم للطالب أهمية التاريخ ولماذا تجب معرفته، ولا بأس بالخروج الذكي عن بعض أكاذيبه، ولا بأس بشيء من الخروج عن مضمون المادة وتعليمه من خلال التاريخ بناء المستقبل. ولا ضير في أن يعرف المعلم أهمية الجغرافيا التي صارت في أغلب مناهجنا تاريخاً قديماً، وتسليط الضوء على أهميتها من حيث بناء الحضارة، وبهذه العملية نستفز ملكات الطالب من جهة، ومن جهة أخرى نوجهه نحو بناء مستقبله من خلال اختيار المادة التي يريد أن يتخصص بها. هذا كل ما كان لدينا اليوم من برنامج المرأة في الحدث، ألقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.